صباح الفل يا مصطفى، صباح الفل يا جمانة، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. صباح الخير عليك يا هلا. حر ولا حر النهارده؟ مع يعني انا اسفه ان انا اللي هقوله ده، بس حر وتراب يعني الاثنين النهارده. درجه الحراره النهارده مرتفعه جدا، درجه الحراره النهارده هتوصل 36، وطبعا يعني هيبقى معانا نشره مفصله عن احوال الطقس، بس في كمان تراب، ف يعني هندي بقى اصحاب الجيوب الانفيه والحساسيه خلوا بالهم. على العموم هنبدا مع حضراتكم الاول جوله في احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. طبعا دلوقتي الناس بدات تنزل، وهنبدا جولتنا من القاهره تحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركه بدايه من المظلات وحتى منطقه وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعه لو مشينا الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، كمان ظهرت سيوله مروريه بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا للقلعه وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه حركه السيارات وصولا للمعادي وحلوان. الكورنيش من المظلات الى منطقه وسط البلد بيشهد حاليا كثافات مرورية متحركة، نفس الأمر في الاتجاه المعاكس. لو رحنا الجيزة، في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو للمتجه لميدان لبنان. عند شارع السودان قدام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي. يعني معظم شوارع الجيزة فيها سيولة مرورية ما عدا الشوارع المغلقة بسبب بعض أعمال التطوير. في محافظة الإسماعيلية هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيربط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقاً على حركة السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية لغاية مبنى المحافظة والجامعة. أما الطريق المتجه للإسماعيلية ففيه سيولة مرورية خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق فيه بعض الكثافات المرورية ولكنها متحركة. نروح لمحافظة سوهاج، هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ولو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي فيه سيولة مرورية، كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في كثافات مرورية غير مؤثرة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام مجمع المحاكم وشارع التحرير. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. زي ما قلنا النهاردة في ارتفاع كده ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة، بقيم بتتراوح من 5 لـ6 درجات على كافة الأنحاء. الطقس هيكون شديد الحرارة النهاردة نهارا، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. متوقع النهاردة يكون في نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري مدن القناة، وتؤدي إلى تدهور للرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 37، وأقل درجة حرارة في كاترين 30 درجة. طبعا زي ما قلنا معانا تفاصيل أكثر عن أحوال الطقس بس بعد شوية.